السلام عليكم خالتي اخواتاتي، مرحبا بكم خالتي في فيديو جديد مع اخونا احمد خالتي اللي جاه كنا خالتي تجربه اللي دارها عبر طريق البلقان. خالتي راح يحكي لنا فيها بزاف مغامرات، راح يحكي لنا خالتي الريسك والمخاطر اللي تعرض لها. اخونا خالتي صارت له مشكل كبير يعني في رجله، هو راح يفهمكم ويحكي لكم كل شيء. عليكم غير تبعونا خالتي وتبعوا القصه من الاول للاخر تفهموا كل شيء. مرحبا بك يا احمد. السلام عليكم اخويا عامر، ومرحبا بك ومرحبا بالجمهور تاعك. يعني راه يتابع فيك، يتابع في النصائح تاعك، وكما يقولوا ربي ان شاء الله يستفادوا منهم. مرحبا، اخويا عامر، احكي لنا من الاول معلم، احكي لنا كيفاش قررت تخرج من الجزائر وقلنا. اخويا عامر، احنا يا اخويا عامر كيفنا كيما كل الشباب تاعنا، حاب يهاجر يشوف حياة جديدة. كاين اللي حاب يعاون والديه، اللي كل واحد القصة تاعو، علاش حاب يهاجر ولا حاب وعلاش حاب يخرج من البلاد هذه. كل واحد وكي سما، كل واحد كيش راه يشوف فيها. كيما كاين، كيما يقولوا كاين اللي حاب يهاجر، كيما كاين اللي يقول لك هنا يا خير. كل واحد الموتيف اللي في راسه سما، كيما يقولوا واش حاب يدير سما، كيما يقولوا ما غلط، ما غلط سما، اللي رايح ما غلطوش، واللي مريح هنا ما غلطوش، ما غلطوش حتى واحد. كل واحد واش حاب يصنع في راسه، واش حاب يدير في راسه. احنا كيفنا كيما كل الشباب، احنا قررنا نروح سما، قررنا نخرجوا. ما سما احنا البداية تاعنا كانت في بداية، باش بدينا نخمو، بدينا واحنا صغار 2013 2014، حتى كتبتو خرجنا نقولو في عام 2022 بالضبط 9 فيفري 2022 كتبت لنا باش خرجنا من البلاد هذه. وحنا باش قررنا نهاجروا مع البحر، مع قررنا بر على تركيا. شفنا دي فيديوهات، كنا نتبعو، ما متى كنا نتبعوك ونشوفوا الدنيا. جات ليدي تاعنا باش نروحوا لتركيا. خويا عمل كيما كل الناس، ديرنا الدوسي تاعنا انا وزوج الناس معايا، ديرنا الدوسي تاعنا، منا تعرف الاجراءات هذوك، منا كل واحد كيش راه يجيب الفيزا تاعو. جانا من بعد تعركنا بزاف، كانت في هذيك مازال شويه كورونا، مازال والبي غلا بزاف، حتى 12 13 14 مليون. من بعد كاين واحد بيب 8 مليون ونص، زين بيب 8 مليون ونص، هذاك هو سما الضعيف، وهذاك هو شريناه لونا فيفري. الخرجه تاعنا كيما يقولوا 10 تاع الصباح، 10 تاع الصباح كان الفول تاعنا اسطنبول. بوه نورمال، قبل لو 8 فيفري، الوحده تاع الصباح، الوحده تاع الصباح مشينا، مطر واري بوليان، مشينا روحنا ونخمو كيفنا كيما كاع الناس تخمم، مرايح تخلي والديك، تخلي اصحابك، تخلي شي ما صعيبه شويه باش تروح. كيما نقول ما نكذبوش، رايحين بحال كيما نقولوا بغمه في قلبينا، كيما نقولوا حابين نروحوا ما حابينش نروحوا. حنا ماذا بينا نقعدوا هنا نديروا تاويل تاعنا والدنيا، ومنها كيف كيف ما تصنعش الله غالب، ما تصنعش دو. كاين اللي عطى باطو الجزائر هذه، كاين اللي خدم ودار تاويل، وحنا الله غالب ضربنا منا ما تصنعش، قررنا نروحو. دي مارينا روحنا وحدة تاع الصباح، روحنا انا وزوج تاع صحابي، وروحنا مشينا نحكنا الهواري بومدين، واري بومدين ديرنا الاجراءات تاعنا كيفنا كيما كاع الناس. العشرة يلا الفول تاعنا العشرة، روطارداس بين الطيارة نص ساعة، زدت نص ساعة روطارداس، ما على باليش علاش روطارداس، المهم روطارداس نص ساعة. طلعنا قبل ما نحكي لكم، قبل هادي سما فوتنا شوية، كان عندنا كونتاكت تاع واحد، عطاه لنا واحد اسمه تما في تركيا، هو اللي راح يشوف، شفنا الدار وشفنا هذه المهم كنا معنا، كان عندنا كونتاكت.
دي مارينا الحكنا تما دي مارينا من العشرة حكنا ثلاثة ساعة ولا ما على بالي ما شافيش. المهم بلا ثلاث سوايع ونص ديرنا حكنا صبيحة هي صبيحة نورمال صبيحة. المهم مطار جديد المهم جديد ماشي قديم. حكنا عبدت بينا الطيارة خرجنا عالم جديد حبوا الله كره تكون في الجزائر بشرة كيما يقولوا حبوا الله كره. احنا بلادنا من بعد كي تخرج تشوف احنا بلادنا ما غير كيما راني نشوفوا فيها احنا هما الاولين احنا ديرنا احنا روحنا احنا جينا وحنا ما كاين والو. كي هبطنا في المطار كبير وعريض تولي تشوف الحاله جديده الناس رايحه جايه تولي نقولوا من الطرق تبدا تشك شويه الريحه تاع لورو تشوف الناس الرواسه لي زالمو الناس رايحه جايه. المهم كيما نقولوا تشوف عالم اخر حبوا الله كره. هذاك اللي انا نشوف لي فيديو تاعك هكذا ساعه ساعه نشوف يقول لك كاين ما يتخلعش كاين اللي ما تتخلع ما كانش منها باش ما تخلعش وما كانش منها باش ما تشوف موند كيما المطار تاعهم هذاك ديجا بلاصي هو الدوزيام ولا التروازيام نورمالمون بهذاك كما نقولوا. المهم النهار الاولي كي هبطنا تما هذا اللي ديرنا عنده الفيزا يعرف واحد تما دار فينا خير كان يجي واحد اللي كان بالطوموبيل طاكسي يهزكم للسركاجي من عندي قال لك انا هذه من عندك راه نتوما رايحين ربي يسهل وربي يكتبها لكم ما شاء الله ومننا ومننا. وكيف هبطنا راه كونيكسيون ما كانش سينا في هذيك تاع المطار ما حبيت هذيك بالباسبور ما حبش تمشي ضربنا والو ما حبش تمشي. كيش نديرو هو كان نخرج الباب ناف اناف نورمالمون اناف هيا قررنا نخرجو كيما جات حنا ما على بالناش قعدنا نضربو تما خرجنا برا ديجا كي خرجنا برا ما فاهمين فيها والو وين تروح وين تقعد الكونيكسيون ما كانش انت ما تعرفش حتى واحد واش ندير وكاين واحد مصري هضرنا معاه هذا صافا لاباس كنا له خاصنا كونيكسيون هكذا نعيطو للسيد برك دقيقه عطانا بعد ليه ليه تمتم هضرنا مع السيد وما فهمناش شغل على الطاكسي هذاك اللي بعث لنا وهذيك الطاكسي اللي بعث لنا اي تما مقاريه اون فاس فينا حنا ما شفناهاش دورنا هكذا بالزهر كاين السيد مقاري شكنا حالنا كنا سير هذا واسطنبول كبيرة والمطار كبير يسمى باش تشك يسمى هكذاك ما رحنا لعندو كنا الأول ما فهمش علينا سوري ما فهمش علينا منا بعد كنا له هكذا كنا كنا عطيني النيميرو سما باش جيتو كونتاكت تاع السيد نعيط له عيط له كهو ركبنا روحنا بدينا نشوفو في الدنيا منا زدنا مشينا بهذاك ساعة ونص سركاجي المهم بوصل عيطو على سركاجي دانا لواحد الأوتيل هكذا يعرفو هو ما عرف يروح لعندو الدنيا قلو تا هذا تروحنا بدينا نيغوسيو معاه. المهم باتنا الليله الاولى هذيك تما ومن بعد عيطنا السيد هذاك اللي حكينا عليه جا عندنا في الحقيقه تاع ربي جا عندنا روحنا مشينا كي مشينا للسيد هذاك جانا جوايه وحده تاع النهار مشينا معاه رحنا الاقصاري ومن بعد من الاقصاري كان نديكم للدار تما الدار اللي راهين باتوا فيها والدنيا ومنا رحنا حقنا تما الدار هذيك ريحنا كانوا معنا مشي حرقة نورمال كان واحد زوج واحد بليدي واحد من وهران خيار الناس تفاصو واحد من ميدا وواحد من بسكرة خيار الناس ريحنا معاهم تعرفوا واحد من فلسطين واحد معنا فلسطين تعرفنا كرينا دار كيفنا كين الناس بيت شبابي نورمال تعرفنا. المهم منا النهار الاولي دوزيام تروازيام قالنا واحد كاين سمعنا كيسون ديسيدي رايح نخرج بر سمع ما فيهاش نخرج انا رايح نخرج بر ما كاين لا مونتاج لا والو
كاين والو سما اوروبا يهدب عليكم. اوروبا دخلها بر بر، ما كانش بر، لازم اوروبا اللي دخلها بر. مونتاج من ترك ما كانش، وبلاك تكسيهم هما هذو اللي تابعوا فيك، تكسيهم تكون كلهم يقول لك اوروبا بر ما كانش. روحنا من بعد كي خرجنا انا وهذا رجعنا، قال لي صاحبي كاين مونتاج. قلت له انا مونتاج انا ما ريحتنيش، انا كنت مروحش مونتاج، قلت له انا نروح بر. المهم قال لك المهم لازم نروح مونتاج هكذا مليحه منا ومنا. انا كنت ديجا نشوف الفيديو ونتبع في اليوتيوب، بس ما فيهاش مونتاج. دروك كي جات الهضره وكثرت الهضره، سي بون لازم تروح، تروح مونتاج معاهم. جينا في ثلاثة لازم نروح، تعرف جينا من البلاد لازم كيف كيف. قال لك كيف، قال لك نعرفه واحد بلا ما نذكر الاسم، قال لك تروحوا معاه منا منا منا. المهم قررنا خلاص في هذيك صعيبة الدورة لازم نروحوا مونتاج. يا ولدي بالك منا اصبر، بالك منا منا. قال لك نو مونتاج، نروحو مونتاج، مونتاج صحيح مونتاج مونتاج. خلصنا الدراهم، خلصنا الدراهم تاع حق المونتاج، خلصنا الدراهم. كي خلصنا الدراهم بديت انا ديجا بديت نخرج، بديت نخرج لبرا نحوس هكذا نشوف الدنيا. شفت هلا بلي وفي هذيك كنت نهضر مع واحد قبايلي نشفى عليها من تيزي وزو، كنت نهضر معاه هنا في البلاد، كنت نهضر معاه، كنت نهضر معاه. قال لي المهم وقتاش طلعوا الترك، كي نهار طلعنا للترك هو كرا في جهه وانا كريت في جهه، وشغل كنا متفاهمين نخرجوا في زوج بر انا ومعايا صحابي بر. كي خرجت وليت لاقيت معاه، تلاقيت لاقيت معاه خرجت. قال لي انت واش داير فيها دروكا كيفاش؟ قلت له انا خلصت مونتاج بالك نروح مونتاج. قال لي الحقيقة تاع ربي، قال لي ما تروحش ومنا ومنا، ما كانش منا هكذا هكذا. قال لي تروح شغل يبر انا خارج، اذا تروح معانا اي تروح معانا. قلت له انا كاين صحابي، قلت له انا عندي صحابي معايا. الاول قال لي نو، بعد قال لي نديكم معايا. بعد كي رجعت عند صحابي قلت لهم اه، قال لك سي بون، قال لك حنا خلصنا ونروحوا مونتاج صاي. زاد عيط لي قال لي انت كي نشفى عليها بجمعة، عيط لي قال لي انت كيفاش احنا السبت غدوة خارجين. شوف قعدت بين وبين. من بعد قلت له، قلت له صاي صاي، قلت له ما نروحش، قلت له نروحو وربي يسهل عليك ومنا وهادي وهادي وتعرف حرقة. بالمناسبة خوتي باش نتفاهمو حاجة، الناس راهي تكومباتي بزاف في الطرقان هذيك، باش ما تقولوش بالك تشوفوا في لي فيديو وتقولوا بالك سارحة مليحة الدنيا، هي صعيبة وكل واحد مكتوبه بالفيزا، وكل واحد مكتوبه فيزا، وكل واحد مكتوبه كاين حيت المطار ورجعوا باش نتفاهموا. بون مونتاج هذوك خرجوا صاي، هذوك خرجوا بعدها بثلاث ايام اي طولي. قالوا لي احنا وقطعنا ورحنا رانا في صوفيا. ايه شاب توليت لهم في روحك، شنو اللي تقول اه لو كان روح لو كان هكذا هكذا. يا ما كاتب الله ما واحد ما احنا ولاد حومه باش نحييكم، احنا ولاد حومه بالكل بالكل. روحنا في خمسه زوج لحقوا وحنا ثلاثه رجعنا، زوج راحوا ودي عرفت راحوا، كانوا جيراني تاني زوج راحوا كيف كيف كنا تما هذه قبل ما تفسد الحاله هذه لا بيريود الاخر. المهم الحق وقت المونتاج تروحوا تروحوا، الخوف الخوف بزاف تخاف، ما على بالكش وين رايح، كيش تروح لين رايح، واش راح يديروا لك. تكون في بلاد احنا هنا هانيه قد ما تقول، وحنا بلادنا هانيه تما تما تجاره البشر سلاح كوكايين المهم حوايج المهم ما توقعهمش خلاص خلاص تما يخدموهم. وقت المونتاج جات لينا طاكسي، ركبتنا ديمار هنا الباص اخوتي هذيك منين داونا
والله ما شافيش عليه. المهم تبعد على كيما كنت انا في افجيرار، من افجيرار كنا نمشي بالك واحد الساعة ونص ساعتين من سما من البارك. مشينا روحنا الخوف منا، ساكو دواس تاعنا ماكلتنا. المهم مشينا تكلنا على ربي، مشينا روحنا، مشى بينا الساعتين هذيك ومعنا هذاك بعد اللي راح يطلع لنا المونتينا سويمة معنا. فهو في لافو، حنا ثلاثة في لاريا شوفور وماشيين، وتمشي وتخمم بعد في النهار هذاك الأولي بعد كي راح تحرق فيه. تخمم تقولي شنو أنا وجدني لاهن وين رايح، بالك هكذا. وهي خالتي لازم تريسكي، ما كانش لازم تريسكي. وانا حبينا نحكي الحكايه هذه باش يستفادوا الناس من الكلب سماب. انا والله لا، باش نصارحكم خاوتي، والله لا واحد ما يروح على الطريق. انا مدى بيا واحد ما يروح على الطريق هذيك، واحد ما تروح فيزا هاني، ما ملي كان تخسر دراهم يروح فيزا خير وحسن خاوتي. المهم لحقنا البارك هذاك، البارك هذاك لحقنا عليه، هبطنا من الطوموبيل، هبطنا من الطوموبيل. المهم هذاك الاولي احنا ثلاثه ورا ونمشيو، سكر رمايك هكذا رمايك ورا بعضهم، تبدا تشوف لي ماتريكول فرونسي روماني بلغاري. المهم هي من الترك خالتي، باش ننصحك مونتاج من الترك ما ديرناش، يسمى مونتاج من الترك. يعني انا ليا ماشي 85% ما يستكش، يعني هذيك 15% تسمى نقول الى شان معك ربي سبحانه، شان معك ربي سبحانه. هذا الانسان او لازم يخرج من الترك في النهار الفلاني في لحظات الفلانيه، لازم يخرج او تخرج من تمنها يا خاوتي، صعيب صعيب بزاف. المهم دورنا هذه خرجة الأولى، لقينا واحد بلغاري، كنا خاوتي هذا بلغاري منا منه نطلع كم فيه هكذا هكذا. قلنا له احنا ما نعرفوش، الله غالب ما نعرفوش، جداد ما نعرفوش. المهم يقول لك طلعت تطلع تعرفش. المهم طلعنا سومي سومي، هذا كان مشارجي يا ربي في الليل، كان مشارجي لي بابي هادو تاع التغليف. والمهم هادو الحوايج، المهم نورمالمون هادو هما. طلعنا بالعب، كل سمعنا الباب كيتغلقت كيتغلقت الباب، السلام عليكم. حنا وحدنا، انا الشوفور راقد زوج تاع الصباح بالك، وحنا برد البردي، وتشوف البردي قطع، تعاني كي نقول تعاني صح ماشي. المهم الواحدة الزوج ثلاثة الرابعة الخمسة الستة، مرقدناش ستة السبعة، نوض شوفر نوض شوفر، فرحنا شوية نوض شوفر. صاي انت جديد تقول رايح لأوروبا، صاي دوك يمشي بيا، انا طلعت بلغاريا انا رحت صايبو. المهم نوض شوفر، من بعد رقد، من بعد زاد 10 دقايق نوض نوض، نخلي الكاميو يدور شوية ومن بعد ديمارا. اسمها هي كي ديماري تخرج من البار، كاين رومبوا تحكم من طريق لو تورود تروح لاباف، ومنا تروحي في اسطنبول والدنيا روح منا ومنا. سيبو مشى بينا شوية هكذا، كي لحقنا من الرومبوا وراح جيس لي تورود، معرفش جيتها دار. احنا المبسوط في دانا مين رايح هذا، تقولنا بلاك راح يفطر، بلاك راح يبومبا ليسونس، بلاك ما على بالنا شي، تعرف احنا جداد ما نعرفوش جداد. دار راح زاد مشى شوية حبس، دار بينا السومي حبس السومي، يفتح السبت مي واش راح يدير هذا حبيبنا، هبط زاد فتح الباب تاعو
كان لي واحد الاسباس هكذا في الاخر تاع سومي، كان شويه الاسباس هبطنا فيه تخبينا فيه تخبينا فيه. طلع هو، كي طلع هو ما شفناش، هو الاول ما شفناش بلي كاين، بلي كاين حنا في سومي ما شفناش. طلع كي طلع صايب بين بان لبلي كاميو راح يحبس، ما فيهاش كاميو راح يحبس. طلع طلع نوضنا حنا، نوضنا شافنا، كي شافنا تخلع بعد هضر معنا قالنا نو بروبليم نو بروبليم نو بروبليم. قالنا له حنا لي نو بروبليم، حنا سمحنا نهبطو، حنا ما نعرفوش. نوضنا طلعنا فوق لي بالي تاع دوك، هبطنا خرجنا من سومي، خرجنا من سومي شافنا مول كلار، كان واحد مول كلار راه يهبط، شافنا ولا يضحك، ولا يضحك ما ينعرفنا بلي حراقة وضربنا ومن ومن. واش نديرو؟ نرجعو للدار، محتنا رجعنا للدار، رجعنا للدار كنا لو عيطنا لهذاك السما الاولي حبيت انا مطاج، كنا لو هاو صرنا هاو صرنا كنا نسيبو نعاود يوم دوزان هكذا 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 صايي، كنا وجدو رواهي كيوم يومين ولا ثلاث ايام عاود لك السما دوزيام، هو الشغل يقول لك نعاود لك تروا فوا. المهم جات جات المرة دوزيام زيد كيف كيف، عاود نفس الحكاية، تجي الطاكسي تهزك تديك لنفس البارك. دوزيام فوا، دوزيام فوا كي روحنا دورنا دورنا في البارك هذاك، حالا كان شوية سما بداو يجيو ليها الناس باش تحرق منه، مش غير انت رايح انت بحالنا تما. بدينا نشوفو كي الاول منا منا منا، هي مني ما نعرفوش حنا، نشوفو ماتريكول الماني اه، ماتريكول الماني نروحو اه، ماتريكول فرنسي نروحو اه، ماتريكول هي ما كاين والو شان راك طبع في حضان ميت. المهم زينا سومي دوزيام، سومي دوزيام ركبنا في واحد نشفع عليه بالك الله ما على بالي الماني. المهم جينا نركبو من بعد كثر السمير تما، كي فتحنا الباب جينا نركبو لقينا شي منهم تما ديجا في الكاميو ديجا كيما راه في سومي. شغل انا في تما في اللحظه هذيك بديت نحس بلي ما كانش من هذا الحكايه، بديت سما كنت الاول حطها في راسي، مي صايي حطيت في راسي اللي صح بلي الحكايه هذه ما كانش منها. جينا نركبو من بعد بدات الهوشه مالهوشه منا منا حتى الحقس 3 تاع الصباح حنا مازال ما ركبناش. من بعد قررنا بين نروحنا كنا نرجعو للدار وصيبه ما فيهاش شغل كتر اللوش وبدات الغاشي تما بزاف. وقبلها كي رانا ندوحو السومي باش نطلعو حنا مريحين ولا بوليس دات علينا، جات هربنا لها تخبينا لها في واحد لافاش هكذا يخدموا فيه، مازال يخدموا فيه. بعد شافونا قالوا لينا، قالوا لنا واش راكم ديروا هنايا؟ قلنا لهم رايحين لاسطنبول، ثم راجعين كان رايح اسطنبول يجي لها، واش راكم ديروا هنايا؟ لازم واحد كان معنا تونسي، تونسي كان معنا واحد تونسي شغل هو اللي تما عساس في البارك يعرف شويه التركيه هضر، قال له حابين نروح اسطنبول وهكذا وهكذا وهكذا، هي كان جات اسطنبول هيا روحوا. شغل هما راحوا ما لا بالهم لا بلي رايحين نحرقوا، ولا بالهم لا بلي اسمع لا بالهم لا بلي رانا ندوحوا شنو اللي خليه، كانت في هذيك ماشي مزيره بزاف بزاف. هما في هذيك احنا هما راحوا وحنا رجعنا للبارك. المهم ما صلحتش، رجعنا رجعنا بدينا نهضروا انا وصحابي هذوك، قلنا لهم السمي ما فيهاش وهكذا 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 والحكايه هذه ما كانش منها. قال لك نروحوا الخطره التروازيام فيها فيها ما فيهاش صايق، احنا مخلصين مخلصين. مرة التروازيام رحنا، المهم جرجرنا باش طلعنا في واحد السومين شفا عليه صفر داك اللور تاع
وصفران. طلعنا فيه طلعنا فيه كي طلعنا فيه هي كانت الخميس في الليل جمعة، بس مغدو جمعة، برد كيف كيف برد يدب عليك يقول لك البرد ما كانش، برد كاين وبزاف 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 وبزاف. المهم طلعنا في هذاك السوم هكذا كي تسمى شغل، طلعنا فيه تاع طالعين وصاي تسمى، طلعنا ركضنا الخميس وضوء الجمعه ما كانش. السمع الصباح كنا نسمع شويه الهضره في البارك هذاك احنا الداخل، ومن بعد صاي سكات الحق 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 صلاه الجمعه. المهم كانت الجمعه الحق صلاه الجمعه، بدينا نهضروا احنا وصحابي هذوك، كنا روحنا فتحنا شويه الباشا كده من فوق، لقينا البارت هذاك فارغ والو. لحقت ثلاثه تاع العشيه تسمى ما فيهاش، قررنا نخرجوا من السومي هذاك، نخرجوا تسمى لازم نروحوا، ما تقلقنا بزاف و تسمى عرفنا بردوا الدنيا وعرفناها بلي ما فيهاش تسمى ما كيش تخرج المشكلة، كيش تخرج من السومين السومين بالعلي والباش داك شين باش تقطع الباش وباش تخرج، وكيش راح تخرج ما عليك غير تقطع الباش، مي كيش راح تقطع الباش. كانت واحد الحطب تما كسرناها، بدينا بشويه بشويه نحكو في الباش هذاك حتى بدا يتفتح بشويه بشويه يتفتح بشويه بشويه بشويه، قطعنا شي ماكيس باش نخرجو وصاي خرجنا من السومي في ثلاثه، خرجنا من السومي كي خرجنا في الليل يبان لك البارك زي، وفي النهار يبان لك البارك زي شغل النهار ما تعرفوش، انا جيت غير في الليل في النهار ما على باليش يعني ندخل يعني نخرج. المهم باش خرجنا من تم من هذاك، المهم البارك ما كانت قدامه شركه هكذا، ماشي غير شركه واحده كانت بزاف، كانت شجر شويه هكذا. المهم باش خرجنا من البارك هذاك تحاسبنا، خرجنا من البارك هذاك كيف كيف، عطيناها الدار عطيناها الدار تمام. ما بدات شغل تحلبنا شويه خلاص، بدينا نعرفوا الدخله والخرجه كيفاش تسمى، تفاهمنا كنا لازم البر ما فيهاش بر بر روحو بر، وكيش نروحو بر كيش رايحين نروحو بر، ما نعرفو لا جي بي اس ما نعرفو والو. نهضر واحد صاحبي قال لك نعرف واحد عيطوا له عمار، هو من شلف ديديكاس ليه تفاصيل ولد فاميليا وناس ملاح، قال لك نروحوا نتفاهموا معاه، هو اسم يلا هو دار نروحوا معاه احنا في ثلاثه نخلصوا له، هي كاين شغل واحد دار بزاف تخلص له طاكسي ولا كاش حاجه تعاونوا كيما يقولوا تديه وتروح. كي رحنا تفاهمنا نروحنا للأكثر يقينا تفاهمنا منا واحد صاحبي قال لك انا ما نروحش بره، كل واحد وتخمم كل واحد كيش حاب يروح كل واحد كيش حاب يروح، قال لك انا بر ما ساعتنيش منا كنا قعدنا انا وصاحبي هذاك وهو تفاهمنا صيبو نروحو احنا في ثلاثة ثلاثة نروحو بو شرينا الماتريال تاعنا. هذه الرحلة تاعنا الأولى، بسم الله الرحلة تاعنا الأولى تفاهمنا نروحو. وخويا عمر أنا بالمناسبة أنا نتفرج عليك بزاف، ربي يحفظك خويا العزيز، كي نتفرج عليك بزاف ونشوف ناس أنت كي تعود تحكي للناس احكي بالواقع واش صاري تما فهمتنا
ما تزيد ما تنقص، لو كان تزيد تضر ولو كان تنقص هو الضر، فهمتني؟ احكي الحقيقة. والثاني واش صاري في الترك، فهمتني يا خويا عمار؟ احكي واش صاري ترك، صاري فيها امبراطورية، وبالكل اللي عندها الترك يسمعوا الفيديو تاعي على بالهم ترك صعيبة، ترك صعيبة على فرنسا، انا ما دخلتش فرنسا مي صعيبة على فرنسا، وصعيبة على الطليان، وصعيبة صعيبة الترك تراك صعب صعب بزاف. واش صاري تما كراف. المهم قررنا نروحو، لازم نشريو الماتريال، لازم نشريو الدراهم. دراهم خويا عمر، لو كي تروح الاول عندك دراهم شويه خويا عمر، الاول الترك كي تروح شويه عندك دراهم، عندك دراهم شويه تبوجي اسم الكوراج، عندك شويه عندك الكوراج. من بعد حنا كانت في هذيك الدراهم الاخرين تاعنا، سما نديرو الرحله تاعنا هذيك. من بعد السلام عليكم، دراهم ما كانش بون، رايحين حنا قررنا نروحو في ثلاثة، في ثلاثة صعيب نروحو في ثلاثة. روحنا ديمارينا الحدود، روحنا الكركلي ديمارينا، لحقنا الكركلي، روحنا في الكار، ما روحناش في الطاكسي، روحنا في الكار انا وواحد معايا هذا صاحبي اللي جا معايا من البلاد وهذا عمار. كي لحقنا هنا في اوتوغار كي جينا رايحين، طاحت كسر التليفون هذا عمار بالجي بي اس، في جي بي اس مابس مي في هادي كسر في لاكار بعدا كسر. كان انا عندي تليفون صغير هكذا، تم زدنا حطينا النقاط بعدا حطيناها انا هكذا كسم حطيناها وصاي. كيفاش كنا نروحو صاي، روحنا لحقنا الكركلي جويه العشرة في الكار كي لحقنا تما جويه العشرة، العشرة اسما لازم نزيد نشوفو خطة في الزمن الحدود قدمنا بزاف باش تروح ابي على رجلك الحدود بزاف، برد 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 تقدم. كنا انا هضرنا مع واحد الطاكسي كانت عندنا حنا في هذيك يا ربي اغفر لي 450 ليرة الاخر، 450 ليرة هذاك واش عندنا. كنا نودينا قالك نو، كنا نديكم 1000، كنا له بزاف ومنا ومنا. بعد هما الطاكسي هذاك شغل عندهم بوتيكا هكذا صغيره تدخل عندهم تما كيما تراك كيما تتفرج في الفيلم هذوك تاعهم. ندخلوا لداخل، كنا نروحوا لداخل، دخلنا لداخل كنا شحال عندكم، كنا له 450 عشاك يشربوا الدنيا تما داخل. كنا كنا 450 ما نديكمش. من بعد راه راهم زادوا لي تراك لازم يديو يديو من عندك دراهم. كنا نديرو نديكم 450 ليرة من لحقكم نص طريق ما نكملش بكم، يا العشرة تاع الليل والدنيا كي شتير تتبات تما تجيك ليك لا بوليس ما فيهاش. هيا كنا صحيح كنا قدمنا شوية، ديرنا نقطة في المارسمي، كنا لحقنا النقطة هذي قسمنا الطريق يلا في الحساب. كان نصايي هزنا كي هزنا مشى بينا ما لحقناش النقطة هذيك تراك، ما لحقناش لتما، لحقنا قبلها بدو كيلو بالاك كنا تبطو هنا. ولينا نهضرو معاهم نقولو له يا ولدي قال لك نو تهبط هنا، احنا هبطنا مشينا شوية قول لي خلصنا سيبو خلصنا عطينا له 450 ليرة تاعنا. ما عندك ما دير خويا عمار، انت في بلاد ما عندك ما دير، ما واحد ما يقول لك انا هو انا ونوزي الليل لكن المهم مشينا حطنا في النقطه هذيك صاي لازم نضربوا ابي روح ابي مشينا ابي. احنا مشينا شويه والثلج بدا، الثلج ماشي نقول لك الثلج الثلج راح نقول لك جويه، هذه صارت جويه واحد الساعه الصباح ثلج بزاف ماشيين في الثلج ورايحين ماشيين في اتجاه الحدود، وكيما تجي الطوموبيل تخبى وكيما تجي الطوموبيل تخبى ما لقيناها ما فيهاش صاي. ولينا نمشيو في الطريق نورمال صاي، نمشيو في الطريق نورمال
كي قريب قريب لحقوا الحدود بالي كنا ساكنين، كان هذاك صاحبنا عمار هذا كان عرف هنا واحد الخربان هنايا في الفيلاج هذا هنايا، كنا ندخلوا الداخل نريحوا هنايا من الثلج وبعد نماريو نروحوا. من بعد انا ما نكذبش عليك خايف قلت بلاك يطيحوا هنا، من بعد صاي ما عندك وين تروح الثلج بزاف صاي. دخلنا هذاك الخربة هذيك، كي دخلنا الخربة هذيك كاينة زوج مرات فيها ديجا، واحد انا هذي اللي غدرت لي واحد وصاحبه هذاك صاحبه، كي قلت كي دخلنا تخلعنا هكذا بعد قالوا لنا صايي حراقة من كنا لهم ايه كنا همشي علينا النار ديجا ايه كان مرواح، وحنا كنا في الحدود ومنا 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 كنا غير مصروحوش وهكذا شغل يطيح لك المورال شوية. ما ريحنا معاهم بعد سكسيتو نبداو نحكيو تعرف على البلاد على جيت منا وهكذا كيما الجزائر كيما المغرب كيما تونس، نفس القضية نفس الكلام نفس الهضرة، اسمع بلا ما ندخلو في ديك باينة اسمع. قلت انت واش تخدم؟ قال لي انا نخدم في كيه. ما فهمتش انا هذيك الكلمة تاع في كيه، عمري ما سمعتها في كيه. قلت له واش في كيه؟ قال لي إمام. قلت له إمام؟ قال لي إمام. قلت ما خممت تسمى، قلت إمام ومسلكش هذا واش كنت في قلبي إمام ومسلكش، وقعدنا نقصرو. المهم هذوك الزوج قال لك نرجعو لمراكش نرجعو، وحنا ثلاثة يلا نديسيدي يعني يطلع الصباح نعطيوها للحدود، هذا هو ديسيدي اش دير صعب. هذوك قال لك ركضوا شويه وانا ما ركضتش، كان برد شويه زاد نوض واحد صاحبي واحد ركض، واحد صاحبي زاد نوض ندوحوا على النيلون وهذاك ما باش نشعلوا النار باش ندفوا. احنا ما على بالناش واش صاري برا برا احنا ما سامعينش. المهم على راح نقول لك بالك جوي سته استفتح علينا واحد الباب، هو خطاف كنا نتروحوا لاسطنبول بالدراهم ونديكم ومنا ومنا، كنا لو احنا ما رايحينش لاسطنبول قال لك نروحوا تروحوا بالدرع، كنا لو احنا ما نروحوش قال له هذيك زوج مرات احنا رايحين تدينا هيا كفرينا بهم شغله فهمتني. راحوا مراكش هذوك قعدنا احنا في ثلاثه، كي قعدنا احنا في ثلاثة زوج صحابي هذوك قالوا لي احنا ما نروحوش. ايه قلت لهم ديجا ما تروحوش وكيفاش احنا جينا؟ قال لك احنا نرجع. يا ودي بديت داخل فيهم صبر بالك والدنيا بالك نروحو ما نوليوش ما تدريش الدنيا هذه، قال لك نو قال لك احنا تاني نرجع. قعدت وحدي انا ما حب هذاك نسمعوا على فيديو هذه ان شاء الله ويضحكوا ولا يضحكوا ان شاء الله، ما زالوا يصوروا معي لحد الان. قال لك ما نروحوش ما نروحوش. خرجت لبرا انا لقيت واحد مغربي لقيتو جاي معاه نفرات راح يحطوه قدام الحدود دخل الفيلاج هذاك، من تم يحطوا الفيلاج هذاك يستنى واحد السيد يديهم وبعد يرجع السيد هذاك اللي قطع ويرجع لاسطنبول. رحت انا بنيتي انا وهذا عمار الله يذكره بالخير تفاصيل تحيه ليه، قلت له كنت انت خطاف؟ نو ان شاء الله راح يهضر مع التركي الاول وفي باله في باله تركي. من بعد كي شافنا كنا انتوما عرب قلنا له جزيرية منا كنا واش كيديرو هنايا، حكينا له كنا له كي جينا رايحين صاي ما تحكيلوش واش صرا معاك ولا باللي ما حبوش يروحوا والدنيا ما تبقايش تحكي له حكايه. المهم حابين نرجعو كان علاش ترجعو نتوما؟ سما اللي كان به الدرام هو يقول لك نرجعكم خلصوني نرجعكم نورمال. مسكين هضر معنا كان علاش ترجعو نتوما؟ كان نورمال روحوا بلاك يكتب لكم ربي ما تدريش الدنيا والحلبيات تلج منها ومنها. قال لك
ما هو قال لك هذاك ما نروحوش. بعد نتاكس ليها هنا قلت له الا دير فيا بليزير، الا دير فيا بليزير سكسي سول هذا سمع لي معاك، الا يديوني معاهم نروح معاهم ماشي مشكله، نروح معاهم نروح معاهم. سكساهم قالوا له نو، قالوا له ما نديهمش ما نديهش. يا ودي قلت لهم نروح معاكم ومنا ومنا، قال لك نو ما فيهاش، قالنا الله غالب، قالنا ما عندي ما ندير لكم. هما سما هما هما الرحله تاعهم ماشي تاعي انا، انا خدمتي سما اللي حق الناس، ناس من هذا المغربي. المهم قالنا المهم قالنا ما نقدرش نهزكم من هنا، قالنا خرجوا لي للطريق. كي تخرجوا لي للطريق ان شاء الله دوك نجي نهزكم ونروح، نهزكم ونرجع اسطنبول. سي بو سي بو، رحنا خرجنا حنا من الفيلاج هذاك نورمال. جا هزنا، كي هزنا هو ماشي اللي حنا راح يردنا، فشحال راح يردنا؟ كاين هذيك كونغو هكذا، شحال كونغو هي فياط يا رب في الليل، فياط فياط نورمالمون، فشحال في 12؟ كيش راح الدور في 12 نتا في فياط؟ كيش راح الدور؟ كنا طلعوا المهم دورنا، المهم كي الخرفان، المهم ميزيرية كحلة. أنا 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 راكد واقف ويضحك عليا هذاك صاحبي الجماعي، ولا يضحك عليا يقول لي انت ما على بالكش وراك. قلت له واش هذه كي لحقنا الدار؟ قال لي انت راكد راكد متعب. المهم احنا رايحين ماشيين ماشيين، كي ماشيين رايحين لقينا براج. خويا عمر تسمع فيا؟ وي وي نسمع. لقينا براج تاع تراكا، المهم كاين براج حبسونا. اهبط 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 انت اهبط انت اهبط انت. المهم كنا هضر مع الشوفور الاولي، قال له هبط. جا لعندو بدا يهضر معاه، المهم يهضر معاه. من بعد جرينا هبطنا حنا، ومن بعد كنا نتوما وين رايحين؟ كنا لو رايحين اسطنبول، كنا لا مشوين كنتو، كنا لو هنايا وجينا وما جينا. المهم فهموها لها بلي حنا حراقة ورايحين، وما كان امبوسيبل باش ما يعرفكش البحر. المهم باش طلقونا هذاك النهار ما على باليش كيفاش، حنا مول طونوبيل طلقونا بال مول طونوبيل هذاك كي جينا رايحين. كنا ما نروحوش ديريكت، كان الاول نروحوا لواحد واحد الفيرما هكذا يعرفوا، المهم يعرفوا يعرفوا بعضهم هما شي تراك. كنا نروحوا لواحد الفيرما باش نزيد نروحوا ايا كنا لوصاي. المهم بدينا نروح لوصاي، دانا الفيرما هذيك، هذيك الفيرما جايه في الحدود تاع اليونان، تشوفها نورمال الحدود تاع اليونان تشوفهم تما. هذوك فلينا كنا نسمع نقول لكم حاجه، كنا ندور كنا الى تحبوا تزيدوا تروحوا تضربوا اليونان روحوا، مازال عندكم لا شونس تسمع، فهمتني؟ تحبوا تروحوا روحوا، ما نعرفش انا البيز ما شافيش عليه. قلنا له صاي فسدت النيه وما نروحوش. ايوا صاي كنا ريحوا هنايا، كان هذاك الشوفاج هذاك تاع الحطب تاع بكري تاع بكري كنا دفيو هنايا. المهم وهما علاش راحوا تما خويا عامر؟ قول لي علاش راحوا تما؟ علاه؟ راحوا تما كانوا معنا زوج مغاربة يخدموا معاه. هذوك الزوج مغاربة، زوج مغاربة عامين ونص هما في في في, في التركي. وفي العامين ونص هذيك كي راحوا يحرقوا نهار جاو هما دفنوا لي باسبور تاعهم تما في واحد الحرت. كي دفنوا هذوك لي باسبور تاعهم تما في واحد الحرت راحوا يديحوا عليهم لي باسبور تاعهم، وداحوا عليهم هذوك لي باسبور ولقاوهم، لقاو لي باسبور تاعهم. مي لي باسبور تاعهم كانوا فاسدين صاي، هما مدايرين بالنيلون والدنيا، وانما حكاو لنا قالوا لنا احنا نهار جينا منا ودفنا لي باسبور تاعنا هنا وهكذا وهكذا. المهم داحوا عليهم، المهم هما قالوا لنا المهم لقيناهم لي باسبور عامين ونص من يدفنوهم هذيك، امنوا ولا قالوا. رجعنا
عند بالمناسبة أنا كنت ساكن في أرجيلا، بلاصة اسمها أرجيلا. رجعنا للدار، المورال طايح، المورال طايح، الدنيا منا منا. المهم تكره حياتك الدراهم خلاص، قررت أنا نولي نخدم. سيبو نولي نخدم المشية تاع الدراهم، ومن بعد نشوف كيفاش. وهذوك صحابي معايا، نتكو صحابي انا الزوج هذوك، قالوا لي نهبطوا نروحوا شهر قد قد. هذو أصدقاء، اسمع هذو أصدقاء شيلين، هذو ما هما اللي في الشلوك انت خلاص. ما يفوتوا يا عم، دلوك كل واحد هو في راسه. انا ما نكونش مفشلين، علاش ما نكونش مفشلين؟ بنقول لك علاش. الدنيا هذه تجارب كما يقولوا، وكل واحد وكيشكي كيش راه يشوف الدنيا هذه. ما انا قادر نجيب لك دروك، نجيب لك تفاحه، انت تقول لي تفاحه، انا نقول لك منجصه، ما نقولكش تفاحه. يا ولدي انت تشوف فيها تفاحه وانا نشوف فيها تفاحه، مينو منجصه بالدرع منجصه. المهم قلت لهم ما تهبطوش، نريحوا هنايا ونخدموا شويه وندبروا الدراهم. وديجا في هذاك الوقت المدرس ما يقول لك الكره، ما فيهاش تعطيني الكره. قال لك سيبو، قال لك حنا نهبطوا. نو الاول قالوا لي ما نهبطوش، قالوا لي نريحوا. انا ديجا وليت نخدم في اليوميه، نخدم في باك جيلار، نخدم اليوميه. انا وليت نخدم، رحت عند واحد صاحبي الله يذكره بالخير الحبيب، قلت له فهمني برك كيش نروح باك جيلار هذه، ما نعرف والو. قلت له فهمني برك. قال لي هاي علينا تروح، ها واش تركبها، واش ديرها، واش ديرها، واش. وليت نروح نخدم. بعد رجعت في العشية هذه، قال لك حنا نروحوا. سيبا ديسيدي نروحوا، اش راح دير لو كوما ديسيداو يروحوا؟ انا ما في راسي نشري الرواح، لازم نقطع دوك. انا شادين لك مسؤولية، لو كنت تشوف فيها تصوفي تروح تصوفي الدار، واحد يشوف فيها لازم يدير الدراهم، واحد يشوف الحجة لمو واحد. المهم كل وحدة يشوف فيها. المهم قال لك نرجعوا صافي، ولا بيشري في الحين تعرف لي كادو هذاك باش يرجعوا للدار. المهم تعرف انا صباحي كان البيت تاعو، نسيت البيت تاعو ما وتاش. تفاهمت مع مول الدار هذاك، قلت له هما رايحين يروحوا، الدراهم ما كانش. قلت له صبر عليا نخدم ونخلصك نورمال. قال لي ايه ماشي مشكلة. جا الوقت تفاصل، انا ما تلاقيتهمش نهار سما، نهار هبطوا شغلانة في الخدمة وهما جوا. المهم انا العشية قالوا لي سيبو هكا بلي راح. المهم بقيت انا وحدي هذيك التفاصل، وليت تحللت الطرق كيفاش راهي تمشي. وليت نروح نخرج نشوف نحوس، ومن ثم عرفت صحابي بديت نعرف. المهم بديت نعرف واحد، عرفت واحد من براقي، وعرفت واحد من بويرة براقي، وعرفت ناس بزاف بزاف. المهم اللي عرفتهم وريحت معاهم هادو، ومن تم بدينا نتعرفوا حتى لحقنا لواحد اسمه تزيري خطاف وبدينا. المهم قال لك في حليله بدينا نتفاهموا، بدينا نتفاهموا حتى لحقنا لواحد الخرجه. تفاهمنا لواحد الخرجه، خرجوها بدينا نبلانيو سما الخرجه هذه. وهذا البويري دار في الطريق، كان دار فيه هذيك عام، وصح يعرف الطريق وما كتبتلوش عام وما كتبتلوش. هو كان واحد اسمه وليد من نفس الولاية تاعي، يعني انا وليد هذا يعرفه هما ماشي يعرفه انا. دخلنا عندي هذا براقي هذا كريم، قال لي انت ما تعرفش، انا نعرف الفلاني الفلاني. قال لي انت ما تعرفوش؟ قلت له انا ما نعرفوش.
قال لي كيفاش ولد بلادك؟ قلت له اي تسوى انا بدينا نهضروا بدينا نهضروا نهضروا. المهم قال لي احنا خارجين. قال لي الا تخرج احنا خارجين. قلت له نخرج سيب. قلت له نخرج معاك كيفاش ما نخرج. قال لي وخارجين هنا ومورا. هذه خرجت دوزيام. المهم خويا محمد قلت له